من أجواء الإحباط اللي أي نحن والله ما قادرين نخرج منها يا محمد حتى الآن. أكيد فقراتنا متواصلة لا بضحكة والابتسامة. خلونا أمن ونطلع شوية زي ما قال التوسل من جو الحزن والزعل بعمنا. ولكن في النهاية ربنا إن شاء الله يسهل. ربما مقطع معين على السوشيال ميديا مضحك طريف ظريف بيطلعنا عن وجع الخبز وآلام بيعاني منها الشعب السوداني. ورغم الظروف يا محمد نحن شعب ضاحك يعني شعب طيب. صحيح. ربنا يكون في عوننا إن شاء الله والجاي أحلى بإذن الله. إن شاء الله دائما زي ما شهدت وسائل التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة انتشار كثيف لكثير من الأعمال الدرامية من قبل الشباب هي طريفة وظريفة تصنع الابتسامة والضحكة لدى الكل. وفعلا نال الكثير منها استحسان المتلقي. يمكن قناة الهلال بنحاول أن نبحر في صناعة المحتوى على السوشيال ميديا عبر المساحة إذا كان عن طريق التقديم وحتى التمثيل أو الرؤية الإخراجية لكثير من المشاهد. صحيح يا محمد قناة الهلال دائما بتبدع في إتاحة الفرص لكل المبدعين بلادي في كافة المجالات بتديهم الفرصة يعني في أنه يقدموا أعمالهم لنا وليكم كمان على الهواء وهي بمثابة دعم معنوي لهم عشان يبدعوا يقدموا لنا أكثر. ما زلنا في فقرة شباب مبدع وهي يعني استمرار للفقرة السابقة اللي كان فيها النور وفيها محمد هارون وقدموا لنا عدد من الفيديوهات اللي ترجمت على شكل الواقع والمشاكل اللي بتعايشها الآن البلاد. يعني معانا وضع عادل مصور ومخرج محتوى على السوشيال ميديا. وضح مرحب بك. مرحب بك أستاذ توسل ومرحب بك الأستاذ محمد يوسف. أهلا وسهلا بك وشرف لي أنه أنا أكون ضيف في قناة الهلال وسعيد بكم. نعم أهلا وسهلا بك. وضح دخولك لهذا المجال وأنت قبل الشباب ما شاء الله يذكرك بالخير يعني هل موهبة دراسة شنو اللي حاصل وياك؟ يلا البداية أستاذ محمد أنا بديت 2017 بالضبط كده 2017 أنا بديت حسيت بنفسي إنه أنا مايل للتصوير بتاع الاسكتشات أو الأفلام القصيرة فبديت بتلفون حتى ما كان بدايتي ما كان مع ناس محمد هارون أو النور الدليل كان مع واحد اسمه أسامة وشباب كده فبديت المجال ده ومنه أنا كنت لو كده بدرس في جامعة أم درمان الإسلامية حبيت فلما واصلت لقيت نفسي إنه أنا المجال اللي بدرس فيه والاقتصاد إنه هو ما نفس المجال يمكن أنا عايزه يمكن المجال بتاع التصوير والشغل بتاع الميديا رجعني لشوية إنه أنا سبت المجال بتاع الاقتصاد درست إعلام فبدرس إعلام ومن الوقت ذاك بديت أطور في الحكاية دي لحد ما اشتغلت على الكاميرا ومن كاميرا لكاميرا احترافية وبقيت أخش اليوتيوب وأخش كورسات على البرنامج بقيت أطور من نفسي فلحد ما انضميت للميديا والميديا طبعا سوق كبير صحيح منها من الميديا هي البداية الأولى للانطلاقة فبدأت في الميديا ولحد الآن يا هو بقول له ماشي كويس يعني بالتوفيق لك إن شاء الله يا رب بالتوفيق إن شاء الله يا وضاح ويعني الأفكار بتجيك من وين؟ عندك مرجع يعني مراجع خارجية ممكن بترجع ليها أو منو بتقتدي منو في المجال مثلا وتحاول مش إنه تقلده تقتدي به أو يعني تستمد عشان من توصل. أيوة أيوة تستمد من خبراته تمام المجال بالضبط إنه الفكرة بتجي بنستمدها من الواقع يعني الوطن والحاصل والهناء بنحاول بنطلع من القصص الحاصلة في الوطن نطلع حكايات بسيطة. أو دراما حاجات تناسب الشعب السوداني سواء كانت بتوصل رسالة بطريقة كوميدية أو طريقة تراجيديا شغل بتاع تراجيديا الناس اللي بالنسبة لي غدوة الأستاذ أبو بكر الشيخ المخرج والمخرج موسى عبد القادر فتحيت له موسى عبد القادر كان اشتغلت معه فترة قصيرة في دراما اسمها عطسة الفترة القصيرة دي بالنسبة لي كان يعني فتحت لي أبواب يعني بقيت استفدت منه كثير في المعلومات والتصوير والإخراج والحكاية دي لكن رغم اجتهاداتكم يمكن يا وضاح في اتهام بيقول انه يعني في شوية انه في ضعف اذا كان في المحتوى أو حتى المادة المقدمة نفسها إذا كان في التصوير وحتى شكل الإخراج مجرد اتهام ممكن ترد بالنسبة للاتهامات نحن في السودان طبيعة من ناحية التصوير أنا مثلا أنا حكاية دي عانيت فيها شديد يعني لما نجي أحاول أطور نفسي في التصوير طيب. ما في
ما في كورسات حاجات كده تمدك يعني تزيد لك عقلك بالمعلومات عن التصوير والشغل التطبيقي. ف انت بتلجأ للاونلاين الشغل انك تتابع اونلاين، والاونلاين ذاته بيكون ب $1,000 فالحكايه بقت صعبه. يعني في السودان هنا يمكن تخش كورسات بتاع التصوير لكن بيدوك اساسيات بس، لكن ما بكون في تعمق. فالحكايه بقت يعني صعبه شديد. انت قدر الامكان تحاول تجتهد تخش اليوتيوب وتواصل وتطور نفسك. بالضبط كده. عندكم افكار ممكن تكون مقتبسه من الخارج؟ والله من الخارج هو من الخارج يمكن فيه، ما اقول لك ما في، لكن بيكون فيه ما بتشيل الحاجه، ما بتشيل الماده كلها. نعم بالضبط كده، بتشيل حاجه يعني بتشيل المحتوى الرساله منه المقصوده، لكن انت بتطبقها هنا في الواقع، في الواقع البلد اللي عايش فيه انت بطريقه مختلفه بتناسب الناس اللي قاعدين والشعب ذاته. بالضبط كده، لانه كل واقع بالتاكيد بيختلف. يعني طبعا احنا واقعنا مرير بصراحه. يعني بالضبط كده صح. نعم والله وضح. كنا عاوزين ناخذ اكثر وندي معك في الموضوع، هو كثير مهم محتوى على السوشيال ميديا. بنشكرك كثير، وابواب القناه مفتوحه لكم بكل اعمالك. والله يوفقك ان شاء الله دائما. متى ما انتم عملتوا عمل جديد زملاء في قسم الانتاج نحن معك، وحوار ثاني حيكون معك من خلال برنامج في حضره المساء. يعطيكم العافيه، ما بتقصرون. بنوعدك ان شاء الله. شكرا لك ومعافيه. شكرا لك وضاح عادل، مصور ومخرج محتوى على السوشيال ميديا. ووصلنا سريعا لختام برنامج في حضره المساء. أنا مش بعرف. الزمن سريع في حضرتك يا محمد. أنا حاولت أرجع عقارب الساعة إلى الوراء يا مازن عشان نستمتعوا، وخلي المشاهدين كمان يستمتعوا بفقراتنا العديدة، لكن بالتأكيد الزمن ممحوق زي ما بيقولوا. كلام حبوبات. أيوة. الزمن ممحوق. نعم. ممكن حنختم بإخراج لعمل من وضاح. حنختم به برنامج في حضرة المساء. نعم. وأنا بشكرك توصلي المرة الثانية، ألف الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. وكل يوم اثنين برنامج في حضرة المساء. بالتأكيد إن شاء الله. سعدت جدا كالعادة برفقتك. وأنا أسعد كمان. شكرا يا أبو حميد. معكم مشاهدينا في كل مكان، إن شاء الله دائما تكونوا استمتعتوا بحلقة اليوم اللي ناقشنا فيها كثير من المحاور المهمة. تكلمنا عن الكرة الطائرة ليها وأيضا عليها وجمهور يحضر هذه المباريات، أيضا إذا كان كرة القدم وكل الأعمال التي تدار على مستوى السوشيال ميديا. نعم. وختاما كانت قضيتنا عن الخبز في السودان. أنا وتوسل ندعوكم لمتابعة هذا العمل، هو خير ختام لبرنامج في حضرة المساء. شكرا لكم، مع السلامة. جايه جايه في الشارع جايه جايه وشفتها من بعيد، وانا بعيد طلت الله زي صباح العيد، شفتها عليها ومشيت عليها وانا ما حسيت لقشت عمود خشي في حيطه وعادي ما حسيت جميلة جماله مثالية، شوقي ده نار 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 حية، ما في زيها لما تتبسم لما تتكلم دايما شغل البال بزوق 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 يا ناس بزوق مزع شديدة بزوق رسمة في ايدة بزوق بزوق سكن العمر شارع السفر بزوق 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 بطاريري 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 قالوا شافوا سواك قالوا بكره بسيبك بتغير بنسى كل الفات عايزك 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 بس كده بالواضح ما بتدس cause I cause I want you cause I cause I need you like a rocket baby I follow you wherever you are take you any place you want baby let's live like rockstar she calls me baby and I love it and I love it and I love it love makes me crazy I die for it die for it die for it bezok 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 ya nas bezok muzza shadida bezok rasma fi ida bezok bezok sakna al amar shara safar bezok 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 Ba-ba-da-da-ba
God's kid on the tune.